عسلمة نسكن. احنا طوا بالبلاد العربي في مدينة صفاقس ونشوف الآن أكاديمية المألوف. تبعني. أكاديمية صفاقس المألوف وقع إنشائها في جانفي 2020. فرحانين برشا اللي اليوم عندها 3 سنوات وعندها تقريبا 100 مرسم. تختص الأكاديمية هذه أنه عندها 2 اختصاصات، أول حاجة أنه تعتني بالمألوف التونسي، وثاني حاجة مخصصة للأطفال اللي عمرهم يبدأ في 6 سنوات. فرحانين برشا لأنه الجمعية هذه نجمت تعمل إشعاع اليوم. الحقيقة إن شاء الله ماشيين في الطريق الصحيح، بويسكو حتى برشا ناس ولات ماشية وتحاول تركز على الأطفال، لأنه في نهاية الأمر ما نجم نحافظ على موروثنا الثقافي الموسيقي إلا انطلاقا من أطفالنا. الطريق مازلت صعيبة طويلة، أما إن شاء الله ماشيين في الثنية صحيحة.